تعال بقى نشوف فيلم فيس اوف من زاوية تالتة. ده بقى كاستور تروي ارهابي ومجرم خطير وملوش غير في الشمال وبيموت في عصير البيست، وده شون رئيس المباحث اللي منكد على كاستور ومش مخليه يعرف يعمل ارهاب كده زي الاول بمزاج يعني. فشون خد ابنه كده وقال فسحه شويه في الملاهي يعني زي اي اسره سعيده، وكاستور خد شنبه معاه وقال لك ايه والله لا اروح انكد عليهم. فكاستور غلاه ما بيحبش الخير لحد، شد شفط البيست وظرف شون طلقه يا عيني ابلاتين فاتت في شون كانه قالب زبده، وقامت معديه في الواد ابنه وقتلته. حتى كاستور نفسه استغرب يعني قال لك ايه ده ايه الطلقه دي، لا مؤاخذه والله ما كان قصدي. بعدها بقى بست سنين شون قعد في القسم من ساعتها عايز يجيب كاستور مروحش، وكاستور حط قنبله كده غريبه خمس ادوار شيك حاجه فخمه يعني، حطها في مكان كده عايز يولع في المدينه باللي فيها. شون بقى في القسم بيقول لهم جبته مكان الواد ولا لسه، بقى لي ست سنين بايت في القسم عايز اروح احلق دقني. فقالوا له اهو بندور اهو. فواحد صاحبه كده اسمه تيتو جه بيقول له الناس هتدور يا شون حاضر بس بيستاذنوك بس ياكلوا لقمه الاول. فشون قال له انا بشطب شقه يا ابني، طب تصدق بالله لا اكل ولا حمام لحد ما الواد يحضر عندي هنا. كان كاستور بقى ايه حط قنبله كبيره كده عشان يفجر المدينه كلها. تيتو جه لشون بقى فبيقول الحق شون دلوقتي المطار كلمنا بيقول لك الواد بوليكس اخو كاستور اجر طياره ومسافر بيها، حتى ساب الحزام بتاعه رهن تقريبا. فشون قال له نهار اسود يلا بينا نلحقه، الواد ده اكيد اخوه مسافر معاه، اخو كاستور مسافر معاه. كاستور بقى وصل المطار يعني نجم سينمائي، معاه حتتين سلاح كده عيار 18 وماشي بدولاب صغير كده معاه يعني في كل حاجه حرام ما عدا الشيكلس. بيقابل بقى بوليكس اخوه، فبوليكس مدهول كده في نفسه على طول ماشي رباط جزمته مفكوك. كاستور بينزل يربطه له على طول بيقول له يا اخي هات لك بانص ولا كروكسي يا اخي ما دام ما بتعرفش تعمل فيونك يا اخي قطمت وسط امي. وبيطلع على الطياره بنت المضيفه دي بتشتغل لحساب شون جاسوسه يعني. فكاستور حنين شافها عيني تعبانه كده واخدها على حجره عشان ينيمها، قال لك حرام عشان ما تحسش بالسكه يعني. شون بقى وصل المطار نازل بحمله معاه جيش. البت اول ما شافت الجيش ده قالت لكاستور مباحث ايدك فوق. بوليكس قال لها ايدي فوق ده انا هطلعك فوق، وقام نطت عليه مكتف. تيتو بقى راكب مع شون يا عيني، شون بيقول له بص هخش في الجنط اللي قداماني بتاع الطياره ده هفرتكه. فتيتو بيقول له طب نزلني والنبي هنا ناخد اي حاجه معديه. شون قال له اثبت انا هموت لوحدي اثبت. بيجري بقى لسه هيدخل في الكاوتش شاف البت اللي تابعه دي مع كاستور، فقام لافف بسرعه عشان ايه البت ما تتاذيش يعني، قال يعني لو كان كاستور كان لوحده كان دخل في الكاوتش عادي يعني. المهم شون لف فضل يجري ورا كاستور، فكاستور قام طالع له كده من باب الطياره كده قال له بقول لك تبعك دي مفيش مكان اربعه ورا خلاص، وقام ظارفها طلقه في دماغها يا عيني دحرجه له زي الانبوبه. شون بقى خد هليكوبتر قال لك اسرع وايه وكمل جري ورا كاستور. فكاستور دخل الطيار كده قال له ما تشد يا ابني انت ساق طفطف. فالواد قال له ماشي على 120 يا عم عامل ايه يعني هطير؟ كاستور عايز يقول له يا ابني ايوه يا ابني طير ما دي طياره يا ابني، قام خلص عليه خليه يطير لوحده اهو. طبعا كاستور اتهور موت الطيار، وهو اخر حاجه كان سقكت التمنيه بتاع بوليكس اخوه، عمال يخمس بالطياره مش فاهم بيعمل ايه. راح لزق كده في مخزن اللي هو بيشاونه فيه بنزين والكراكيب بتاع الطيارات ده بهدل الدنيا. شون بقى ركن طيارته ودخل بالجيش بتاعه. كاستور ما حلتوش غير حتتين السلاح اللي مكمرهم في ظهره دول، عمال يطير في الهواء ويضرب في العالم يعني يطير طيره يموت له بتاع 3 4 زي الكابتن ماجد كده. بوليكس قال له انت احسن مني انا اهو. العركة سخنت، فتقريبا في واحد من اللي مع شون ما تفهمش ضغطه عالي ولا ايه ودنه فرقعت وهو واقف يعني لوحدها كده. وطبعا بوليكس ما بيعرفش يربط رباط الجزمه يعني هيسد قصاد الجيش ده. تيتو قام جابه من قفاه مكومه في الارض. كاستور شافه طبعا لما اتقبض عليه طبعا صوحه طبعا عيله عر. دخل بقى يستخبى من شون قعد زي الثعلب. شون راح يهجم عليه كاستور كوم له واحد ما تفهمش العيال واقفه سرحانه ولا ايه ده ايه ده. المهم فضل كاستور وشون لوحدهم فقعدوا يلفوا حوالين بعض كده. فكاستور بيقول له بقول لك ما تفكك من حوار ابنك ده شون وتعالى معايا في مصلحه الارهاب دي هاكلك الشهد. شون قال له اللي بينا دم يا كاستور. فكاستور قال له بص من الاخر كده انا حطيت قنبله في قلب المدينه بس مش هقول لك فين. شون عايز يقول له يا ابني انت بتشتغلني يا ابني ولا انت بتقول الحقيقه يعني انا مجهد يا ابني انت ما تتعبنيش. المهم كاستور قعد يشتغله راح ضارب عليه بالمسدس طلع فاضي. الخبيث بقى قعد يسحل شون في حوارات ويغني له وما تفهمش شون هو كمان واقف سرحان ولا الاغنيه عجبته ولا ايه. المهم كاستور راح مخرج سكينه كده مكمره في الحزام ولسه هيظرفها لشون. شون فاق من الغيبوبه اللي هو فيها دي وراح نافض كاستور رجل سنتره قدام محرك الطياره وقام شغله على ثلاثه. كاستور طار زي فرده الشراب وكوم كده زي الغلابه عيني في اخر النفق. شون بقى رجع لبيته دخل سلام عليكم ايه في ايه سكه جاب اخر الشارع. مراته كانت بتتخانق مع بنته قالت له بص تعالى اشوف لك صرفه مع بنتك دي بص انا بص جبت اخري. فشون قال لها في ايه بس يا حبيب بابا سيبيها يا ايف. بت لفت وشها كده قال لها ايه ده ايه اللي في عينيك ده يا جيم مش صغيره بيتي دي يا ايف عن مكياج. قالت له مش بتكلم عن مكياج انا بتكلم على ستايل بيئه جامد. فشون قال لها ليه كده يا بابا انت كده بتضربي كرسي في سمعه بابا يا حبيبي. قالت له بقول لك ايه احنا في بلد ديمقراطي وسع كده وقامت سايباه وماشي. فشون بيقول لمراته ايه يا ايف والله انزل عليها بالخرطوم زي زمان انا مجنون ما احبش الدلع.
فايف قالت له اللي كان عايز يعمل كان عمل يا شون والنبي ريح على جنب. قال لها طب بقول لك ايه، انا خلصت على كاستور يا ايف خلاص. راح الجاريه حضنته ما تفهمش، ما كانتش شايفاه تقريبا لما دخل ولا ايه. قالت له يا ما تتصورش يا شون، موضوع طار مايكل ابننا ده كان مقريفني قد ايه. بعدها راح الشغل لقوهم واقفين كده عمالين يسقفوا له بيحتفلوا بيه اول ما دخل. واحده جت كده بتقول له محسن بيه ممتاز بعت لك لتر الشربات من المخابرات حلاوه كاستور. راح مسك الازازه كده قال لهم صحابكم لسه ما ربعنوش وعايزين نشرب شربات اشربه على روحهم يعني، انتوا ايه ما فيش دم خالص يلا انت وهي. وراح قال للبت بقول لك حطيها في الثلاجه بتاعتي اللي في مكتبي بعد الاربعين نبقى اطلعها اشربها. تيتو بقى دخله بيقول له هتسقيني منها يا شونا ما تطلعها الشربات. شونا قال له بقول لك لخص يا تيتو عايز ايه. قال له طب في واحده مخابرات عايزه تقابلك بره. دخلت واحده كده لابسه تاير بوبليتات قالت له خد شغل ده لانها في جيب كاستور. قال لها ايه ده مش قديم ده شويه البتاع ده. المهم خده شغله يعني. قالت له بقول لك كاستور ما ماتش، رقت في غيبوبه والقنبله اللي انت شايفها شايف كبيره قد ايه، مليانه غازات ريحتها زفت. الواد ما كانش بيشتغل يا شونا. لا ما انا شايف خمس ادوار قنبله كبيره جدا. قالت له تخيل بقى الخمس ادوار دول يفرقعوا بالقرف اللي جواهم ده، المدينه تفضل تستفرخ اسبوع قدام. شون قال لي تيتو ليمونه على بولكس. بولكس قعد بقى في التحقيق بيقولوا له اخوك حط القنبله فين يالا انت، عايزين تقلبوا ريحه المدينه، هو اللي مصمم القنبله اصلا. قال له مش هتكلم اخبطوا راسكوا في الحيط عنيد. وراح عمل حركه كده قليله الادب لشون، فشون عايز يروح ياكله. جاله رئيسه بقى اسمه فيكتور فبيقول له ها الواد اتكلم ولا لسه. شون قال له قعدني معاه 10 دقايق بس خلوا لك يغني. قال له مش هينفع شون احنا في بلد ديمقراطي، الواد راسه ناشفه يتكلم بمزاجه يا عليه العبط، هنلبس القنبله لكن تشخط فيه او تضايقه ممنوع يا ابني. شون قال له تصدق بالله انت لو ما كنتش راجل كبير قد ابويا انا كنت زرفتك القنبله دي في بقك، ده انت بارد يا جدع. الراجل اتزهل في نفسه عيني. شون قام سايبه وماشي دخل مكتبه، فالست موبلتات دي دخلت وراه. فشون بيقول لها الواد ده مش هيفك غير مع اخوه انا عارف. فرحت شد نفس كده من السجاره حريقه سجاير قالت له واللي حلها لك. شون قال لها اديله عيني. خدت شون وطلعت بيها على عياده تجميل كده لقى كاستور نايم في غيبوبه. فبقول لها يا لهوي خلوا بالكم لا يقوم يا جدعان. فالست قالت له في ايه يا شون ما يبقاش قلب خفيف، بص الواد مسافر اصلا عمالين يلسوعوا في كاستور وهو نايم يا عيني، بس مش عايزين يشخطوا في اخوه اللي عمل القنبله اصلا. فبتقول له ايه رايك في اللي دخلك السجن مع بولكس اخوه ويخليه ياخدك بالحضن كمان اول ما يشوفك كانك كاستور اخوه. فشون قال لها ايه العبس اللي انت فيه ده يا ولية، انا مش فاهم منك حاجه. فجاله دكتور كده قال له معاك دكتور والش تخصص وش واعصاب انا فاهمك تعالى. قال له مش ده صاحبك اللي ودنه فرقعت، دي مش اول حاجه تفرقع في الواد ده على فكره، جالنا مره برضو من اسبوعين بس كان جاي لنا في زلموكه هي اللي كانت فرقعت ساعتها. فشون قال له معقوله عملتها له؟ قال له عملناها له برضو بس كاوتش تاخد وتدي معاه مش بالليزر زي دي عشان صغيره بالليزر عادي، فاحنا هنعمل لك كل حاجه بالكمبيوتر، هناخد وش كاستور ونلبسه لك انت ونسيبه هو من غير وش عادي وهشفط لك كرشك وافرد لك شعرك، بص هعمل معاك الصح. ساعه زمن تخش السجن تقابل بولكس هيفكرك اخوه طبعا، هيقولك على مكان القنبله، تخرج تجيلي على هنا تاني بس يكون معاك الوصل بتاع العمليه، نص ساعه ورجع لك وشك والدهون اللي في كرشك، ولو عايز سكس باكس اعمل لك برضو، انت تروح بيتك احنا نفك القنبله كلنا ننبسط. قال له انت عايز تفك وشي؟ طب ما البس انا وش بولكس انا باستك كده في وداني واروح. فالست قالت له ما ينفعش يا شون انت تختوخ اللهم صل على النبي عليك هيهرشوك اول ما تدخل. قال لها لا مش هعمل انا العمليه دي. قالت له خلاص يا عم قنبله خلي القنبله بقى تفرقع فينا بقى مش مشكله مش عايزين منك حاجه يا عم. شون اتجنن طبعا راح دور الضرب في رجال الكاستور وقعد يحقق مع صاحبته واخو صاحبته، ما حدش يعرف حاجه عن مكان القنبله غير كاستور وبولكس اخوه. راح راجع للست تاني قال لها بقول لك يا ابله ما فيش حل غير موضوع الوش ده، قالت له ولو في كنت حشته عنك، وبعدين كمان لا ينفع تقول لرئيسك فيكتور ولا مراتك حتى، دي حاجه سريه جدا احنا هنعملها في الخباثه كده. الله خلاص على الله. وراح يودع مراته ايف وطلع على المستشفى بقى عشان يعمل عمليه. فبيقول لي تيتو قعد مع كده افرض وش اتقطع وهو بيشيله لي، يعني هيبقى ايه العمل دلوقتي يعني امشي بوش مهربت كده في وسط الناس. تيتو قال له يا عم ده بيعملها باحدث اجهزه فيش الكلام ده. اكنسل احنا لسه فيها كنسل يا شون ولا ايه؟ قال له خلاص يا عم كنسل ايه بقى ربنا يستر. وقبل ما يدخل راح مد لتيتو دبله الجواز بتاعته كده قال له لو جرى لي حاجه يا تيتو بنت جيمي وامها امانه في رقبتك. تيتو وقف كده قال لك هو الواد ده حاسس بحاجه ولا ايه؟ ده نقل وش يعني مش حوار، انا مش عارف هو مكبر الموضوع ليه كده. بدأت العملية، الدكتور فك وش شون زي الاستيكر وقام حطه في جردل مية كده عشان ما ينشفش، وراح فك وش كاستور وقام لطه على دماغ شون وفضل يظبط فيه يعني لو بيلزق سكرينة موبايل هيقعد اكتر من كده. العملية مشيت حلاوة وشون بقى كاستور، ها ما تطوش منه الله يبارك لك، من هنا ورايح ده شون. فشون فاق، تيتو بيقول له الحمد لله على السلامة يا كاستور. شون اتجنن قال له بقول لك ايه انا شون. فتيتو قعد يقول له يا بهزر معاك ياض وربنا ياض انت شون، يلا انت شون انا بقول لك العملية طلعت جامدة يعني. فشون قعد يشتمه باش تايم وحشه، بعد يقول له انت عليك اللعنه وانت اذهب للجحيم، لحد ما شون هدي فقال له انا صوتي لسه بايظ. فالدكتور قال له بص انا حاطط لك مايك كده في زورك عشان يغير صوتك، بس بالله عليك لا تكح ولا تعطس ولا تف ولا تنف عشان ده عهده. فشون قال له خلاص سهله يا عم هكتم نفس اموت خالص وارتاح منكم. تيتو بعدها بقى بيقول له معاك يومين تعرف لنا مكان القنبله فين من بولكس وهنيجي نطلعك. طبعا الظباط اللي معاه عمالين يقولوا ايه هو شون ما جاش ليه؟ شون عايز يقول لهم اه يا عم منك ليه؟ مفيش سنس خالص خالص.
المهم شون راح على السجن، ارض السجن كلها مغناطيس، بيلبسوهم جزم كده كلها مغناطيس برضو، يعني لو حد بيحاول يهرب بيلزقوه في الارض زي الفار. فسجن ملوش حل. شون دخل بقى طبعا العيال كلها قلقانه منه فاكرينه كاستور، لسه هياخد بوليكس بالحضن يقول له انا مش فاكر حاطين القنبله فين يلا. فواحد مجرم كده كان ليه طار مع كاستور فضل يضرب فيه، فبوليكس طبعا عارف اخوه قليل الربايه، وشون طبعا ابن ناس، الراجل عمال يعجن فيه وده ساكت. فبوليكس حتى قال لك ده الواد ده بدل وشه مع حد ولا ايه ده؟ شون قال لك لا انا لازم اعمل له مجنون كده افضح نفسي. وقام قايم مكوم الراجل، الامن جه خلص العركه ولزقهم هما الاثنين في الارض بالمغناطيس. كاستور بقى ايه فاهم الغيبوبه اللي هو فيها، قام يدور على وشه، عيني فين وشي؟ مفيش وشي. اخطر مجرم سايبينه في مستشفى ما فيهاش صريخ ابن يومين، اللي حتى ما في حد عنده طمن مخ قال لك اربطه بقفيز حتى في السرير، الاوفيس بوي حتى روح قال لك هو كاستور غريب يعني ده مكانه يا عم. المهم قام لقى وش شون مرمي في جردل الميه دي، راح مكلم واحد صاحبه قال له بقول لك الحقني خدوا وشي. قال له ايه كلوا وشك؟ كسفوك يعني ولا ايه؟ انا مش سامع منك حاجه كاستور، مين اللي كسفك ده؟ قال له بقول لك تعالى بس دلوقتي محلول ان شاء الله. راح جاب له الدكتور والش من بيته بالروب، كان ناقص يجيب معاه مج النسكافيه بتاعه. كاستور قاعد بيتفرج على العملية فيديو بيقول له يا والش العظمة دي. والش بيقول له عايز ايه؟ قال له عايز وش شون بيه. شون بقى قاعد في السجن مع بوليكس اخو كاستور، فبيقول له يا جدع من ساعة ما دماغي اترزعت في قلب النفق ده وانا حاسس ان انا مش مظبوط يا جدع، ده انا حتى مش فاكر حطيت القنبلة فين، فكرني كده يالا ده انا اخوك. طبعا بوليكس مدهول فقال له الله ايه كسكس فيه ايه؟ ما انت اللي مكنفها بايدك في قلب قاعة المؤتمرات يا عم. فشون راح قايل له متشكرين يا عم الشوال، اقسم بالله انت واخوك شويله، وقام سايبه وماشي. راح بعدها بقى ايه الظابط بيقول له جالك زياره؟ قال له اه ما انا عارف انا خارج خلاص عقبال عندك. مستني طبعا صحابه يجوا يخرجوه. الباب فتح لقى مين في وشه؟ كاستور. ده كاستور ايوه ما تتوهش منه الله يبارك. المهم يعني شون اول ما شافه جمع الحوار في دماغه في ثانيه، قال لك وشي وكرشي خلاص راحوا كده مش راجعين تاني. فشون قال لي كاستور كده انت قمت بالسلامه والله كنت هرجعه لك تاني. في كاستور قال له لا خليه لك. كاستور ولع في الدكتور وفي كل اللي يعرفوا انه عمل العمليه السودا دي، مفيش شهود خلاص. وراح قال له شايف الدبله دي؟ فشون عارف انه عيني خلص على تيتو وكمان صاحبه يعني. وراح قال اه يا تيتو، فتحسه عيني كان عايز يقول اه يا تيتي مش اه يا تيتو بس. المهم يعني شون عارف انه تسوح يعني. كاستور قال له اه يا جدع عم اروح اشوف بقى شغل واشوف المدام اللي مستنياني دي. راح شون طبعا طابق في زماره رقبته لحد ما الامن جم كهربوه. كاستور بيقول لهم معلش معلش ابننا ابننا لازم نحتويه. كاستور بقى روح على بيت شون ماشي تايه طبعا، ايه في شافته كده ام لقيتها. راح راجع تاني قالت له انت ما فطرتش ولا ايه ماشي تايه؟ فكاستور قال لها معلش ضغط الشغل بس. فراحوا مسلمين على بعض وقام سايباه وماشيه. دخل بقى البيت قعد يقلب في الحاجه جوه، وقام داخل لبنت شون كده البيت قاعده بتشرب سجاير في الاوضه. راح مدد ايده سالت علبه السجاير. جيم قالت له النعمه بتاعتي دي بتاعت صاحبتي. قال لها اعملي اللي انت عايزاه حبيبتي احنا في بلد ديمقراطي. شون بقى قاعد في السجن هيتجنن، اتعلم شرب السجاير هو كمان يا عيني. شاف بوليكس طالع براءه عشان كاستور طلعه، ما هو بقى رئيس مباحث بقى. راح شون طالع بسرعه للظابط كده قال له بقول لك ايه انا شون بديله وشي وفي قنبله محطوطه في قاعه المؤتمر. قال له انزل يا عم انزل يا عم يا ناقصه هطل على الصبح انزل انا لسه ما فطرتش يا كاستور الله يهديك. محدش هيصدقه. شون بقى في القسم جاب اخوه وطالب له اكل. الواد قاعد في مطعم خمس نجوم. فيكتور جاله قال له ايه يا شون مش ده كاستور اخوه اللي كانوا كيخه زمان؟ ايه اللي جرى؟ قال له اديك قلت زمان الدنيا بتتغير لازم ناخد العيال دي على حجرنا. قال له بقول لك انت هتسيب القضيه دي قريب. وراح سايبه وماشي. راح داخل لاخوه قال له يا اخبار الاكل يا قلب اخوك مبسوط؟ عايزك بقى تخلص اكلك تاخد كوبايه الشاي بتاعتك وتقوم قايل لهم انا حاطط القنبله في المكان الفلاني انا اروح افورها ننقذ المدينه شكرا يلا بقينا نجوم مجتمع خلاص. ففعلا راحوا عملوا كده. كاستور راح لقى فريق متفجرات مش عارفين يفوقوا القنبله قالوا له فلق من هنا اجري بسرعه اتفرقع. راح قايل له طب خد البطريقه اللي معاك ده واطلع بره يلا. الواد ما صدق خد صاحبه وفلقه من مكان. كاستور قلع جاكيتته وراح موقف القنبله على اخر ثانيتين حلاوه. صحافة طبعا طلعت قعدت تقول لك شون البطل انقذ المدينه وشون اصلا مرمي في السجن يعني لابس وشي مش وشه. قال لك انا اللي جبته لنفسي كانت شوره باب. والتاني قاعد عمال يتمنظر على اللي معاه في القسم يقول لهم بصوا انا كنت عارف ان انا كنت قاتم قبل كده بس بصوا قبله بقى دلع الجاي دلع بس. وطبعا مبرطع يا عيني في بيت شون مع مراته ايف. فشون بقى قاعد في السجن قال لك انا لازم اخرج من هنا ملهاش حل. بيسال واد كده قال له بقول لك ايه اشيل الدهل اللي في رجلي دي ازاي؟ قال له بص لو عملت مشكله ساعتها هياخدوك يكهربوك ففي اوضه الكهرباء دي بقى هيفك لك الجزمه عشان ما توسخش الجهاز بس اسال برضه. راح شون رايح للراجل بتاع الامن ده جر شكله خد منه سجاره كده بالعافيه فدخلوه بقى عشان يكهربوه عشان ما يعملش كده تاني. كانوا بيكهربوا قبل الواد اللي كان ليه طار معاه ده. فشون قال له بقول لك يا دوبوف خلينا نخرج من هنا ونحل مشاكلنا بره انت اخويا يالا. اما لسوع الظابط اللي بيكهربه في ايده وعمل دربكه في المكان. فضلوا خلصوا على الامن لحد ما شون طلع على سطح السجن لقى نفسه وسط البحر يا عيني فجت طياره هليكوبتر كده قعدت تحلق عليه قام واخد بعضه ونطط في الميه كتم السجن. كاستور بقى في شغله بيقولوا له بقول لك في خبر حلو يا شون كاستور مات وهو بيهرب من السجن بس مش لاقيين جتته. قال لهم اللي بيقول الدنيا عليه هتلاقوه لسه عايش شويه كفتجيه.
شون بقى سرق عربيه كده وراح مكلم ايف مراته في شغلها، قالت له ايوه مين معايا؟ قال لها يا ايف انا شون مش كاستور، واللي معاك في البيت ده كاستور مش شون، انت فاهم حاجه؟ قالت له ان شاء الله عدمك يا ابني لو فهمت حاجه ما تتصلش تاني. فقفل معاه، راح مكلم كاستور في الشغل، قال له بقول لك انا خرجت بالسلامه يا كاستور. كاستور قال لك هو يوم منايل من اوله يعني. فشون بقى راح شقه اخو صاحبته اسمه ديترش، شافه قال له يا ديترش لسه ماشي في الشمال ياض. ديترش شافه كده قال له حبيب قلبي ايه يا كسكس عند الله على السلامه، مالك مبهدل كده يا جدع، خش على الروقان يا سيد المعلمين. جاب له دولاب المقويات بتاعه. ديترش قال له ناوي تعمل ايه بقى؟ قال ان هو اخطف شون وانت تيجي معايا. قال له طب ماشي خد اضرب دي بس يا اخويا وبعدين نشوف الموضوع ده بعدين. شون ضرب الكسل العجيب ده زكم، ما بقاش شايف حاجه قدامه. فبيقولوا له وبعد ما نخطفه هنعمل فيه ايه؟ قال لهم ناوي اعمل له فيس اوف. الواد ديترش هنج، قال له ايه الفيس اوف ده؟ حساب يعني اكونت عايز تعمله ايه؟ اكونت فيسبوك يعني ولا ايه الفيس اوف ده؟ فراح قال له فكره حلوه جميله. شون دخل الكوم على السرير. ديترش قال لهم الواد ده ياكل جبنه نستو بس لحد ما اوديه يكشف بكره. فشون دهولت منه عيني على الاخر. ساشا صاحبته جت قالت له انت مش مت قبل كده؟ قامت رزعاه قفه عيني كومته في الارض. نروح بقى لكاستور بقى في بيت شون، كان بيكلم اخوه، فبيبص كده لقى جيمي راجع مع واد صاحبها كده. فالواد من ذكائه وهرموناته سيئاه عايز يغتصبها جنب بيتها. كاستور قال لاخوه اقفل هكلمك تاني. قام خارج سحب الواد من ازاز العربيه طلعه بره، وقام رازعه شلوت جاب هرموناته الارض، وخد جيمي بعدها وراح داخل البيت. قال لها يا جيمي انا مش قايلك بلاش محزق؟ قلت له يعني انا اللي غلطان يعني في الاخر؟ قال لها طب خدي خدي يا بنت في ايه مالك؟ شيطان. فبيديها سكينه كده بعدها بيقول لها بقول لك ايه المره الجايه اما يجي يغتصبك انكتيها له في وركه ولفيها عكس عقارب الساعه او معايا مش هتفرق يعني، وراكه هتفلق من بعضها. وشون بقى قاعد مع ساشا صاحبة كاستور بيقول لها يا ست بلاش كده انا راجل محترم عيب. فبوليكس عايد له بره الشباك شايفه ما كدبش خبر، راح مكلم اخوه قال له الحق شون في فرشتك. فشون قام كده لساشا راح قال لها بقول لك انا مش كاستور بتاع زمان. قالت له انت هتقول ده التاني كان عربجي. فبيلبس قميص كاستور كده قال لها القميص ده حلو قوي. قالت له اه ما هدومك. فشاف ابنها قاعد كده قال لها الواد ده حلو قوي. قالت له اه ما هو ابنك. فشون عايز يقول لها وانا كل ما اقول لك على حاجه حلوه تلبسها لي. قال لها عنده قد ايه الواد ده؟ قالت له 5 في عين العدو واسمه ادم. فشون لقى كاستور بقى جايب جيش وجاي يهجم على البيت، راح ملبس الواد سماعات قال له عقبال يا حبيبي تسمع اغنيه جده علي، بابا هيكون خلص على الناس دي كلها. الشرطه دخلت البيت بالحبال والعركه سخنت، مع ان اللي في البيت دول كلهم صحاب كاستور بس هو نادلي يعني. المهم فضلوا يعجنوا في بعض، والواد ادم عمال يسمع في الاغنيه لحد ما كاستور دخل البيت. لما ديترش مسلطح قفاه كده قدامه قام رازعه طلقه على قفاه طرقعت. ديترش طلع لساشا قال لها بقول لك ايه خد الواد وامشي من هنا، خلي بالك ديترش ده يبقى اخوها بس هما سلوهم غير سلوينه يعني. كاستور قعد يلف حوالين شون روشه، وبعدين كل واحد استخبى كده ورا مرايه. فكاستور بيقول لشون ما تيجي يا ابني نبدل وشنا تاني ونخلص من الحوار ده، كانه بيقول له تعالى نبدل هدومنا مثلا. المهم شون قال له اللي بينا دم يا كاستور، وقاموا هما الاثنين واقفين قدام المرايات مش عارف مستنيين ايه لحد ما فاقوا ونزلوا عجن في بعض هما الاثنين. خسرت الفيلا اللي اتدهولت دي. ظابط صاحب شون جيب مدفع، شون عايز يقول له ياد ما تضربش ياد يخرب بيتك انا شون يلا، مفيش ظرف وقنبله دواء. شون طلع يهرب على السطوح، فبوليكس واقف بيمسح النضاره بتاعته شبرت منه، شاف شون طلع يجري وراه. شون مسك في الحبل كده وطار زي طرزان، وبوليكس يعني ما لحقش يمسح النضاره بتاعته فمش شايف. شون خده بالحضن وراح دلقه زي الشوال كده من فوق السطوح. كاستور واقف تحت بقى لقى حاجه بتتحدف عليه كده زي شكاره الاسمنت من فوق، قال مين ده مين ده؟ فلقى بوليكس اخوه قعد يعني حزين عليه. جاله ظابط كده معاه قال له ايه شون في ايه انت بتعيط؟ ده بوليكس يعني في داهيه يعني عقبال اخويا يا عم. الواد واقف اصلا دماغه تحس ان هي ورمه عايزه تفرقع. فكاستور قال له يا اخي ان شاء الله انت، وقام خلص عليه. كاستور بقى بعدها راح الشغل مش طايق نفسه، فجاله فيكتور رئيسه بقى عمال يبكت فيه ايه اللي انت عملته امبارح ده يا اخي، عملت مجزره عامل لي فيها عنتر، قعد يبكت فيه يعني. المهم هو داخل يعني عينه مغربه اصلا، كاستور قام لقطه قال له انت محروق عشان بقيت اشهر منك، وراح قايم كده مأمن لا مفيش حد شايفه. راح قال له بقول لك ايه انا كاستور تروي. اداله 2 سيف يد بالعدد، واحد على قفاه وواحد على صدره. الراجل وقع ما حطش منطق، وراح مكلم السكرتير كده قال لها بقول لك فيكتور تعيش انتي. اه والله زعلت قوي. لا مش هيعملوا حاجه، لا بيقولوا العزا بعد الدفن على طول. شون بقى رجع لبيته، دخل لقى ايف كده لسه واخده دوش، قال لها حمام الهنا. شافته طبعا اتسرعت، قال لها استهدي بالله بس انا هحكي لك كل حاجه. قال لها الموضوع كذا كذا كذا، وخدوا وشي وادوني وشي وقالوا لي سكه ساعتين زمن اعرف مكان القنبله، والواد فاق ما لقاش حاجه يلبسها، لبس وشي ومن هنا جت اللخبطه يعني. وبعدين قال له عايز تتاكدي كده شوفي فصيله دمي، انا فصيله دمي او زي ما انت عارفه، وهو هتلاقي اي حاجه تانية زباله، هتلاقي ميه مجاري بتجري في جسمه، بتشتغل دكتوره هي اصلا. فايف يا عيني وقعت في دوامه. التانية هو كمان جاي لها لابس وش جوزها بيقول لها اسكتي مش فيكتور تعيش انت، فطبعا هرشيته ان هو اللي خلص عليه. عايزه تقول له يا ابني ليه الاذى ده يا ابني ده راجل كبير.
بعدها وهو نايم كده راحت سحبه منه عين الدم. طبعا كاستور جسمه منمل من البلاوي اللي بيضربها مش حاسس. راحت تحللها لقى كلام شون مظبوط. قالت يا ليلى سودا شون راح لها قعد يحكي لها عن ذكرياتهم زمان. قالت له خلاص خلاص عرفنا ان انت شون. راحت قاعده كده قالت له انا عملت له شرب الكوارع الخميس اللي فات يا شون. الله عارف ده انت بتعمليها تحفه بس ما تطبخهاش تاني والنبي لحد ما رجع وشي. المهم قالت له طب تعالى خياط لك بطنك دي. بالمناسبه صحيح جنازه فيكتور بكره وكاستور هيروح. قال لي وهو بيضرب الكوارع قال انت بتضايقيني ليه يا ايف؟ طب دلوقتي كاستور بقى فاق من الغيبوبه اللي كان فيها خد العصابه وطلع على المستشفى. قال لي ايف مين اللي نايم ده؟ كان شون بقى هرب. قال لها معلش الشك كان هيموتني. المهم خدها بعدها بقى وطلعوا على الجنازه يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته تعلب. وشون طالع من البحر ما تفهمش الميكروباص اللي جاي بيه نزله غلط ولا ده كان واخد جاي في مركب يعني ولا ايه. المهم شون راح داخل كده بعت عيل صغير بصوره ابنه لكاستور اللي هو انا هنا يعني. راح كاستور داخل لشون بيضربوا كميه رصاص على بعض. الاتنين بيجوا قدام بعض وبيحولوا. المهم كاستور قال له اقف ثابت. جايب له ايف مراته بيقول له جيمي بنتك في الطريق. فشون بيقول له خرج اهل بيتي بره الموضوع يا كاستور. قال له ما تقول لنفسك انا كنت عايز اخلص عليك انت. جت في الواد اعمل ايه يعني كفرت؟ انت اللي مش بروفيشنال بتدخل العاطف في الشغل. راحت ساشا جت ادت لشون مسدس. كاستور قال لها يا بنت انا كاستور ده شون. عايز يقول له انت لخفنت لنا الدنيا يا اخي. وجي كمان دراع كاستور اليمين هو كمان رفع مسدس على ساشا. ما حدش بقى فاهم حاجه. دوروا الضرب في بعض كلهم. البت ساشا ماتت يعني. قالت لشون الواد امانه في رقبتك يا كاستور ما تطلعوش زباله زينا. قال لها ماشي موت انت بس. كاستور الخبيس كان مستخبي ورا دكه كده قام طالع مفلق. شون طلع يجري وراه لقى جيمي في وشه جاي يمسكه عشان ضرب النار يعني وكده ما يجيش عليها. البت طبعا عماله تفلفص وهو عمال يقول لها انا بابا يا بت. مفيش فايده هربت منه. المهم شون وكاستور مسدساتهم وقعت فنزلوا عجن في بعض هما الاثنين. كاستور بيقول لشون عايز تقتل رئيس المباحث يلا وفين في بلد ديمقراطي زي ده؟ شون عايز يقول له يا اخي ابوك لابو الزفت. ومسك كاستور عمال يخنق فيه. فجيمي جت قالت له سيب ابويا يلا. فشون قال لها جيمي انا بابا بس لابس وش الواد ده. والتاني يقول لها انا بابا يا بت سيبك من وشي بص كرش مين ده؟ كرش بابا حبيبك. بت طبعا اتلخفنت راح تضرب ابوها. كاستور راح ماسكها قال لها يعني خايبه وما بتعرفيش تنشني؟ قال يعني انت اللي بريمو يعني ده انت مخلص مخزن سلاح عليه وما جبتش فيه طلقه. جيمي طبعا مصدومه قامت مطلعه السكينه اللي كاستور اداها لها ورشقتها في رجله ولفتها زي ما قال لها. طبعا كاستور جاب الاه من رجله. شون فضل يضرب عليه نار مفيش فايده. الطلق بيجي لحد عندهم وبيلف. وجيمي فلتت كده قالت لامها مين دول يا ماما؟ قالت لها يا بنتي سيبك منهم الاثنين انيل من بعض. كاستور قالك ما بدهاش بقى ماشي يخلص على اللي بيقابله لو شاف بياع فريسكا مش هيحله. عمالين يضربوا على بعض نار ما بيموتوش. الاثنين عاملين حجاب ضد الرصاص. المهم كل واحد خد لانش وقلبوا البحر ببجي. كان في لانش كده بتاع بوليس كده كاستور لقطه راح مخلص على كل اللي فيه برشه واحده يعني دول مش عاملين حجاب تقريبا. فكاستور رزع لانش شون كتف باللانش بتاعه خلاه لبس في لانش البوليس زي اللي بوسه وراح طالع من الناحيه التانيه عادي. شون بعدها بقى لنفسه هيلبس في الرصيف فراح قال لكاستور وسع كده يا اخ خدني جنبك وساب اللانش يولع لوحده. المهم فضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض جوه اللانش لحد ما اللانش شبك كده في عمود خشب في البحر راح مغير اتجاهه راح مطيرهم هما الاتنين على الرصيف. كاستور قال لك انا بعمل نفسي ميت. فشون راح مصحيه عشان يكملوا ضرب. ما كان نايم يا عم ما تسيبه مخمود مفيش فايده. صحي يكمل العركه مع شون لحد ما شون غزه بالبتاع اللي بيصطادوا بيها حيتان دي بوظ له رجله التانيه. وراح بقى عشان يغزه بالبتاع دي مع انها بتضرب من بعيد بس هو قالك لا اضمن. كاستور راح ماسك السهم منه دي راح قال له عايز وشك يا شون هديهولك بس وحياه امي اللي عاملهولك بازل اخلي الدكتور يحتسي يجمعهولك ازاي. فضل يقطع في وش شون يا عيني فراح شون ظرف شلوت قال له يا جدع موت موت انا لو اعرف ان البتاع دي بتموتك كنت اشتريتها من زمان ده انا ضيعت فلوسي كلها على الطلق جننوا يا عيني. فاصحاب شون جم بقى كانت ايف مراته بلغت فبيقولوا الحمد لله على السلامه يا شون. قال لهم انتوا بتقولوا ايه مش مصدق ودينه يا عيني. كان عايز اقول لهم طب انا كاستور ايه رايكم بقى. وايف بعدها راحت قالت له بقى ده جابوا لك احسن دكاتره وش واعصاب على اعلى مستوى كل حاجه هترجع يا اخويا زي الاول ما تقلقش. فشالوه في الاسعاف هو كاستور. شون خد الدبله بتاعته وقال لك لا يقوم تاني ده مش مضمون. راح عشان يعمل العمليه بقى فبيقول للدكتور بقول لك يا دكتور ينفع تشيل لي كرش في العمليه ترجع لي وشي بس؟ قال له اه بس دي هيبقى ليها حساب تاني. قال له حساب تاني لا خلاص سيبه. وبيرجع شون لمراته وبنته من تاني بالوش الاوريجينال بتاعه وبياخد معاه ادم ابن كاستور عشان يعيش معاهم في العز. وبيقول لي ايه بعدها طبخنا ايه النهارده؟ فقالت له خليها مفاجاه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وما تنساش تفعل جرس التنبيهات عشان تجيلك احدث ملخصات الافلام. واشوفكم على خير. اتفضل اتفضل سلام سلام اتفضل. Fato.